مرحبا، كيفكم؟ اليوم رح احكي لكم عن منتجات مكياج بستخدمها لما اكون عم باخد الكيروتان او الاكيتين اللي هو دواء حب الشباب. اذا ما بتعرفوا عن قصتي مع الكيروتان او الاكيتين رح احط لكم فيديو هون تحضروه. عملت فيديو قبل اسبوعين شرحت فيه ليش عم باخد الدواء لثالث مره تقريبا وكيف تجربتي معها وايش النصائح اللي بقدم لكم اياها. فاليوم بما انه كثير منكم طلب مني اورجيكم كيف بحط مكياج وانا عم بستخدم هذا الدواء الكثير قوي واللي كثير بجفف البشره والكتير بخليها حساسة للشمس، حبيت أصور الفيديو وأشرح لكم عن منتج وليش بستخدمه وأرجيكم كيف بحطه على وجهي. هو يعني زي ميك اب توتوريال، واللوك اليوم رح تكون كتير everyday look، natural طبيعية، تقدروا تحطوها وين ما بتروحوا، على الشغل، على المدرسة، على الجامعة، وين ما بدكم. فحبيت أخلي الإشي كتير بسيط. بس خليني أرجيكم أول إشي، هني محضرة كل إشي جنبي بصحن. هاي كل المنتجات اللي بستخدمها. الستبس كتير قصيرة وما بتحتاج لإشي. ببدأ بمرطب واللي هو أهم إشي، مرطب ومي. اشربوا كتير مي، حطوا كتير مرطب. المرطب بنحط بالنهار وبالليل قبل ما تناموا. وتاني أهم ستاب اللي هي الواقي الشمس، الـ SPF. هذا من جلوسيي SPF 35، بحطه على وجهي كل يوم حتى لما ما أخذ كيروتان. يعني هذا الاشي لازم تحطوه على وجهكم في جميع الأحوال. فهلا رح أورجيكم إيش الستابس وكيف بخلي مكياجي يبين حلو حتى لما أخذ الكيروتان. أول مرة أخذت فيها الكيروتان كنت لما أحط مكياج كان يكون عندي بقع كتير جافة على وجهي وكانوا كتير يبينوا مقرفين من المكياج صراحة، لأن الفاونديشن ممكن يتجمع عليهم وممكن يبين مش حلو. بس حاليا أنا تعلمت إنه لازم أستخدم برودكتس معينة عشان مكياجي يكون منظره حلو. فخلينا نبدأ. أنتوا لما تكونوا على الكيروتان، هذا هو صديقكم المفضل، لازم تستخدموا مرطب. إذا ما بتستخدموا مرطب ما تتوقعوا مكياجكم يكون حلو. أنا هلأ بالشهر الثاني من الكيروتان وحاليا بطل يطلع لي حب، بس يعني لسه زي ما أنتوا شايفين في شوية بقع، في شوية حبوب ضايلة من قبل، فلسه ضايل لي 5 شهور، فبنشوف شو بصير بعد شهر كمان. هذا المويسترايزر صراحة جاني من شركة بألمانيا، يعني ما أنا صراحة بستخدم أي مرطب بشوفه بخلقتي، مش ضروري أستخدم أي شيء خصوصي صراحة، لأنه البشرة لما تكونوا على الكيروتان بتمتص المويسترايزر بسرعة. عبين ما أكون لابسة ومجهزة حالي ما عدا المكياج بكون المرطب امتصته بشرتي. هذا الواقي الشمس جبته من امريكا، بحبه لانه ما له لون وبرضه مش كتير دهني، فيعني لما تحطوه على بشرتكم ما بتحسوا انه بشرتكم بضلها تلمع. فهاي اول ستيب رح احطها، لانه انا حاطه مرطب من الصبح فما في داعي ارد احطه هلا. فهلا بس بحط الواقي الشمس، بحط 2 بامبس منها هيو على ايدي زي ما انتم شايفين، وبس بوزعه منيح هيك وبفركه. لا، واقي الشمس كتير مهم لما تاخدوا كيروتان، لأنه الكيروتان بيخلي بشرتكم كتير فوتو سنسيتيف، يعني كتير كتير سنسيتيف لأشعة الشمس، فممكن البشرة تنحرق بسرعة، ممكن يطلع لكم بقع على بشرتكم بسرعة من الحبوب الموجودة، لأنه الشمس هي اللي بتسبب البقع زي ما انتوا عارفين. وعشان تحموا بشرتكم من البقع من الحروق لازم تستخدموا سانسكرين. هذا الاشي لو بتاخدوا كيروتان او ما بتاخدوا كيروتان لازم تستعملوا، تمام؟ فيني انا حطيته على وجهي وزعته منيح، وانا كثير بحب احطه على المناطق اللي عندي فيها حبوب او بقع، بلاش يطبعوا بزيادة او يغمق لونهم. تالت اشي حابة اقولكم عنه هو من برجوال فاونديشن، اسمه 123 بيرفكت. اول شيء رخيص، تمام، يمكن حقه 70 شيكل او 80 شيكل، يعني ارخص لكم من النارز والشو اسمهم الماك ومش عارفه شو. كنت عم بدور على فاونديشن ما بحتاج لباودر وهيك بنشف لحاله على البشره، كانه بصير باودر لحاله، بتحول من سائل لباودر لحاله. فهاد لما اشتريته كتير انبسطت منه صراحه وحسيت انه كتير منيح للناس اللي بياخذوا كيروتان. بس اهم شيء لما بدكم تستخدموا هذا الفاونديشن لازم 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 تحطوا مرطب قبله. اذا ما بتحطوا مرطب ما تقولوا لي انه في عندكم بقع جافه على بشرتكم وانه هذا الفاونديشن كتير بنشف. فأهم إشي إنه تحطوا مرطب زي ما حكيت لكم. فهذا الفاونديشن أنا جايبة أفتح أظن لون، بس هذا اللون لسه شوي غامق علي، تخيلوا. وهو صراحة بتغير لونه لما يتعرض للأكسجين، فلما تحطوه على بشرتكم رح يغمق لونه. فبنصحكم إنه تاخدوا درجة أفتح من درجتكم العادية. فبحط أنا 2 pumps على إيدي هيك، بعدين بأصبعي بقعد بوزعه، تمام. فباخد هيك بأصبعي وبوزعه على كل وجهي. هذا الفاونديشن برضه بعتبر الكفرج تبعته ميديوم مش فل، بس تقدروا طبعا تعملوه فل اذا بتزيدوا كميه الفاونديشن اللي بتحطوها او اذا بتحطوا اكثر من طبقه.
هلا عم بستخدم هاي الفرشاي من ريل تكنيكس، هي للكونتور، بس انا بحب استخدمها للفاونديشن لانه الشعرات كثير قراب من بعض تبعونها، فهي كثير دنس، ولما تعملوا الفاونديشن فيها ما ببين اي خطوط او فاهمين علي، يعني ما ببين انكم استخدمتوا فرشاي. فزي ما انتم شايفين كثير الفاونديشن منيح، غطى معظم البقع الموجودة على وجهي، وأنا ما بدي أغطي كل إشي، يعني أنا مش كثير هممني إني أغطي كل إشي على وجهي، الفكرة إنه بس أوحد لون البشرة. أنا لما أخذ كيروتان ما بحط لبستك، خلص وقفت، لأنه اللبستك شو ما تعملوا ما رح يطلع حلو على شفايف ناشفة. رجعت أستعمل الكنسيلر اللي كثير بحبه اللي هو من ميبلين، اسمه Instant Age Rewind، أنا لوني لايت، هيك بيجي منظره، في عليه سفنجة من فوق، بعمل هيك بوزعه تحت عيوني. هذا كتير حلو لانه بحسه بعطي شوية اضاءة تحت العين كمان، وكتير كتير خفيف على الوجه، ما بسبب اي مشاكل. بحب احطه كمان حوالين منخاري لانه منخاري كتير عم بتجروح وكتير عم بكون احمر وانا عندي حساسية، فالوضع شوي صعب. باخد نفس الفرشاي تبعت الفاونديشن لانه مش جعبة لاستعمل كتير اشياء. هلا الاشي الوحيد اللي انا بحط عليه باودر لما بدي احط باودر هما تحت عيوني، المنطقة تحت العيون. ليش؟ لانه ما بدي الكونسيلر يتحرك خلال اليوم، بجيب هذا الباودر، هلا رح اورجيكم اياه، بهاي البراش من ريل تكنيكس، بعمل هيك طبطبة. عم بستعمل باودر من كات فون دي شيد ان لايت كونتور باليت، عم بستعمل هذا اللون الاصفر اللي بالنص، كتير منيح، برضو بعطي إضاءة منيحة، وبرضو بستعمله على جفني عشان أثبت الكونسيلر اللي حطيته على الجفن. البرونزر اللي هستعمله هو من هولا، بتعرفوا قديش بحبه، من بنفت، كتير حلو لونه، طبيعي ما فيه لمعة أو أي إشي، بجيبه وبستعمله على عيني، كتير بحب أستعمله على عيني هذا البرونزر لأنه ما ببين إنكم حطين إشي صراحة، هيك ببين كتير طبيعي. فزي ما أنتوا شايفين بس حطيت هيك لون بني فاتح كأنه برونزر على الجفن، وزعته وبس، هذا هو الاي شادو. ستيك الهايلايتر من بنفيت اسمها واتس اب، بعمل هيك باصبعي وبحطها بالانر كورنر الزاويه الداخليه هون، بجيب اللاش كيرلر هاي، وانا بعمل عيوني بعد ما احط الفاونديشن عشان الفاونديشن يعمل سيتنج لحاله يتحول لباودر لانه بده وقت لينشف شوي، ف بعدين بحط البرونزر، ما بحط البرونزر دغري على الفاونديشن لما احطه، بلاش يدبق ويعلق ويطلع منظره مش حلو مع السائل، فاهمين علي؟ فرح استعمل هاي الماسكارا من بنفيت اسمها They Are Real، اليوم حاسه انه اعلان بنفيت بس انا صراحه كثير بحب هدول البرودكتس. اوكي فهينا خلصنا العيون، اسهل شيء بالعالم صح انكم تحطوا برونزر على العيون، والله انا هاي التريك كثير بحبها. بعدين الحواجب، هاي الماسكارا للحواجب من ميبلين، رح اجيب البرونزر كمان مره من هولا رح احطه على وجهي، بجيب هاي البروش من ريل تكنيكس، هي بلاش بروش بس انا بستعملها للبرونزر، وبغطس البروش هكذا تمام، بنوزع هيك وبنطبطب، بعدين بدي مراي، هاي المراي اوكي، بعدين بوزع شوي هيك، شايفين ما احلى، حلو اللون. والبرونزر بنحط هون ما بنحط هون تحت، هذاك الكونتور، تعلمت هاي المعلومة جديد. آخر إشي بعمله هو إني بجيب الليب بام كمان مرة اللي هو من فيبكس. أوكي يا جماعة هاي هي الفاينل لوك، خلصنا استخدمنا كل المنتجات اللي بنصحكم فيها. أنا كتير بحب هاي المنتجات لأنه بتبين كتير طبيعية على البشرة، ما بتلزق بأي بقع جافة، وطبعا لازم ترطبوا وشكم كتير 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 منيح عشان يكون المكياج تمام. إذا عندكم أي أسئلة لإلي تقدروا تتركوها بالتعليقات تحت، إذا حابين تشوفوا أي فيديوهات تانية احكوا لي بالتعليقات، وأنا إن شاء الله رح أعملكم كمان فيديو عن الأبديت الشهر الثاني للدواء، كيف عم بمشي، ايش النصائح تبعتي، وايش السايد افكتس اللي ممكن تمروا فيها انتو كمان. فبس هذا هو، بشوفكم المره الجايه، بحبكم كتير، باي.